فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو الكليرنس. طبعا من اسمه كلير معناها تنظيف، يعني البلازما فيها مادة معينة احنا عايزين نشوف قدرة الكدني على التخلص من المادة دي، يعني ده أهم تيست للكدني. اتفقنا في فيديوهات سابقة ان الكدني دورها فلتريشن، ري ابزوربشن، وسكريشن، ودول بروسيس مهمة جدا لليورين فورميشن. فعايزين نشوف من خلال العنوان ده يا ترى الكدني قدرت تعمل فلتريشن، قدرت تعمل المادة دي ري ابزوربشن، اعادة امتصاص ترجعها للدم تاني لانها مهمة، او انها تخلصت منها سيكريشن. في البداية نعرف الديفينيشن. كليرنس معناها volume of plasma cleared from substance milliliter per minute، حجم البلازما اللي هينضف من المادة دي طبعا كام ملي في الدقيقة. طب السؤال المهم، انا علشان اختار مادة معينة واحقنها لك في الدم، ايه شروط المادة دي؟ قبل ما اقول لك الشروط لازم تعرف هما ازاي حسبوا الكليرنس. Amount of substance in plasma تساوي كمية السبستانس دي في اليورين. يعني انا هحقنك اودي لك مادة معينة هتمشي في الدم، لازم يكون الاماونت فيها في البلازما هو هو في اليورين. ده معنى الكلام ده، لازم ما تتكسرش، لانها لو اتكسرت سيتغير الاماونت. طيب تعالى نفكر بعض بيعني ايه اماونت ايام المدرسة زمان. اماونت معناها فوليوم تايمز كونسنتريشن. خلي بالك انا مش قصدي حجم المادة، لا انا قصدي حجم الفلويد اللي المادة فيه، حجم البلازما. عشان كده جيت قلت لك فوليوم وتحتها بلازما. تايمز كونسنتريشن اوف ذا سبستنس ان بلازما، تركيز المادة في الدم قد ايه. خلي بالك انت بتبقى عارف، يساوي الفوليوم اوف يورين تايمز تركيز المادة دي في اليورين. طب دكتور احنا ملاحظين انت جيت عند الفوليوم في البلازما وعملتها باللون الاحمر، ما يستاهل ايه؟ لان هو ده الفوليوم اللي احنا عايزين نعمل له كليرنس، ننظفه. عشان كده الفوليوم اوف بلازما هو الكليرنس، هنرمز له باول حرف من الكلمة سي كابيتال. طب تعال نكمل المعادلة بتاعتنا. ادي المعادلة، السي بالاحمر هو الكليرنس. يعني اوعى تقول لي طب ما هو فوليوم اوف بلازما فين الكليرنس، هي حرف سي، يعني مش هرمز لها بفوليوم في او بلازما بي، لا انا هرمز لها بالحرف سي كابيتال. تايمز البي كابيتال ده رمز لايه؟ ده رمز لتركيز المادة في البلازما. هتقول لي طيب ما هو الكونسنتريشن اول حرف منها سي، ما ينفعش في المعادلة اقول سي تايمز سي، ما يمشيش. لا اللي يمشي ان انا اقول تايمز بي، يبقى بي دي اول حرف من بلازما، وانا عارف انه بلازما كونسنتريشن، ما ينفعش تحط نفس الرموز. طيب يساوي الفي ده هو الفوليوم اوف يورين، حطيته في لوحده، تايمز اليو ده كونسنتريشن اوف سبستانس ان يورين. دايما اتعود تركيز المادة فيه تاخد اول حرف بعدها، يعني في البلازما تاخدها بي، في اليورين تاخدها يو.
طب دكتور احنا ملاحظين ان انت عملت تلات علامات صح، معناه ان انا عارف القيم دي، يعني تركيز المادة في البلازما اللي هو بي، انا عارف انا حقنتك قد ايه، ده مهم. طيب تركيزها في اليورين برضو عارف، فبي ويو معروفين. طب الفوليوم اوف يورين، الفوليوم اوف يورين ده اجمعه ازاي؟ خلي بالك ان انت الكليرنس لازم تعرفها في الدقيقة، كم ملي في الدقيقة. طب هو انا ينفع احسب حجم اليورين في الدقيقة؟ صعبة جدا. طب امال احنا هنعمل ايه؟ هنطلب من العيان انه يجمع اليورين في ازازة على مدار يوم كامل ونشوف في اليوم ده جمع قد ايه. طبعا اليوم 24 ساعة، فاللي تجمع هنقسمه على 24 عشان نعرف في الساعة. تقولي بس انا مش عايز في الساعة، انا عاوزها في الدقيقة. فالرقم اللي هيطلع هنقسمه مرة تانية على 60 علشان يجيب لي كام ملي لتر بير منت. يبقى أنا كده عندي البي وعندي الفي وعندي اليو، يتبقى السي اللي هو الكليرنس. بص معايا، آدي المعادلة في شكلها النهائي. السي كليرنس يساوي يو تايمز في على البي، طبعا يساوي تركيز المادة في اليورين في الفوليوم اوف يورين على تركيز المادة في البلازما. عندي التلاتة دول، هجيب الان نون الرابع او المعلومة الاخيرة هو الكليرنس. طيب شروط الكليرنس requirements، يعني ايه المادة اللي انا عايز استخدمها، شروطها ايه اللي يجب ان تتحقق. عملت لك نوت كبيرة قوي باللون الاحمر عشان اقول لك ان انت عندك كذا شرط، لا سبع شروط، لا not metabolized، المادة دي ما تتكسرش عشان يبقى كميتها في البلازما قد كميتها في اليورين، يبقى ده شرط اساسي. النقطة التانية not toxic، ما ينفعش تبقى سامة. Not reabsorbed or secreted، يعني لازم المادة دي تنزل في الفلتر freely filtered. فاكر freely filtered؟ تكون أقل من 4 نانومتر و 5500 مولكولار ويت، تنزل في الفلتر لا تمتص، يعني ما ترجعش للدم ولا من التوبيول تترمي في، او من الدم تترمي في البومنس كبسول. يعني انا مش عايز يضاف اليك او يتاخد منك، انزل في الفلتر زي ما انت. نقطة رابعة not bound، تبقاش ممسوكة في حاجة. نقطة خمسة not allergic، هو انا عشان اختبر لك كليرنس اجيب لك حساسية؟ ما ينفعش. No effect on the filter، ده مهم قوي. و not sensitized، ما تتصنعش. خلي بالك ان الشرط الاول والاخير ليهم علاقة ببعض، طالما انا ما بصنعهاش في جسمي يبقى اذا ما بكسرهاش، ما عرفش حاجة عنها، وحندي مثال لده. يبقى كده اتفقنا سبع شروط لا مهمة جدا. طيب نيجي دلوقتي على الأمثلة بالنسبة لنا. طب احنا هيكون عندنا أمثلة كثيرة جدا في هذا الموضوع. بص ادي المثال الآخر، نيجي نتكلم على المثال ده اهو. Substance used in clearance، ايه هي الشروط؟ عرفناها. طب المواد، اول مادة اسمها إنيولين، المادة دي بولي ساكرايد. خلي بالك
اوعى تنطقها غلط، انا ما قلتش انسولين، انا قلت انيولين، ده سكر، ده بوليمر اوف فركتوز، وده الموليكولار ويت بتاعه 5200. فريلي فلترد، ده ينطبق عليه الشرط ده. طيب ازاي اتعامل معاه؟ هو فريلي فلترد، يبقى معنى كده ان تركيزه في البلازما والجلوميرولر فلتريت متساوي، تمام، والفلترد اماونت هيبقى اكسكريتد، نايزر ري ابزوربد نور سكريتد. هتقول لي ماشي، الشروط تنطبق عليه تماما، بس يا دكتور احنا عندنا سؤال دلوقتي، هو انا الانيولين هديه للبيشنت وهحسب تركيزه في البلازما، عارفه تركيزه في اليورين، حجم اليورين، كل ده انا عارفه، ولكن ايه اللي انا استفدته؟ كليرنس هيطلع لي بقيمه قد ايه؟ فاستنتج ايه؟ ده سؤال الطلبه دلوقتي. السي اللي هو كليرنس اي انيولين هيطلع 125 ملي في الدقيقة، 125 ملي. تقول لي بس الرقم ده انا فاكره كويس، هو الجلوميرولر فلتريشن ريت. يعني ايه؟ يعني الكدني تخلصت من الانيولين في الفلتر اللي بينزل كل دقيقة، يعني ال 125 ملي بير مينت جي اف ار تخلصنا من خلالهم من الانيولين. يعني انت نازل في الفلتر، فتخلص البلازما من المادة دي يعطي لي مؤشر عن جي اف ار. قالوا خلاص يبقى نستخدم المادة دي في قياس الجي اف ار. هتقول لي طب انتم ليه عايزين تحسبوا الجي اف ار من خلال مواد، ما نحسبهاش مباشرة ليه؟ صعب اني انا اعرف الجي اف ار، اعرفه ازاي؟ ده انا عندي ملايين النفرون، ازاي اعرف في الدقيقة اتجمع كام؟ هجيب قمعة وادخله وهحسب؟ مستحيل. فمحتاج استخدم indirect وميثودز زي الانيولين. بس هل الطريقة دي سهلة جدا؟ اقول لك لا، الطريقة دي فيها صعوبات. قبل ما اقول لك الصعوبات، انا كتبت لك في السلايد كليرنس انيولين ايكوال جي اف ار عشان تبقى فاكر معايا. طيب قبل ما نقول المادة التانية، ايه هي الصعوبات؟ لازم العيان نحجزه في المستشفى يوم كامل ويجمع يورين، وبعد اليوم ده ما يعدي نقسم اللي جمعه على 24 هطلع في الساعة، واقسم على 60 هطلع في الدقيقة. It is time consuming، حاجة بتستهلك وقت كبير جدا. طيب هل في واحد هيفضل قاعد يوم كامل عشان يطمن عن الجي اف ار بتاعه ويتحجز؟ الإجابة لا. ده بالإضافة ان الانيولين كمان في مشاكل اخرى، فقالوا خلاص احنا هنستخدم مادة تانية لقياس الجي اف ار، وما تقلقش مش هتتحجز في المستشفى، مفيش حجز. ففرحنا، حاجة جميلة قوي. يعني ايه؟ يعني هسحب منك عينة دم مباشرة، وهتجمع يورين، تدخل تويلت وتجمع يورين على طول، ونحسب المادة دي في اليورين على طول، والفوليوم اوف يورين هيتحسب حالا، مش محتاجة. عشان كده في الطب بنسميها اوت بيشنت، يعني عارف زي عيادة خارجية، مش ان بيشنت، مش هتتحجز. المادة دي اسمها كرياتينين. خلي بالك بقى من اللي احنا عايزين نقوله، الكرياتينين فريلي فلترد، يتحقق فيها هذا الشرط. طيب الكرياتينين هي اند برودكت اوف المسل، دايما المسل
في نهاية الميتابوليزم بتاعه بيكسر بيطلع كرياتينين، يعني ده اندوجينس، ده طبيعي فينا كلنا. لما حسبنا كليرنس اوف كرياتينين اللي هي يو تايمز في على بي، المعادله اللي لسه قايلينها، طلع 140 مليليتر بير مينت. وهنا اتضايقنا جدا، ازاي كنا معتمدين عليها لقياس الجي اف ار وطلعت قيمتها اعلى من الجي اف ار نفسه، اعلى ب 15 ملي في الدقيقة. ولكن دكاترة البايو طمنونا، قالوا لنا لا، كليرنس اوف كرياتينين هو 125 ومش 140. قلنا لهم طيب ده يجي ازاي؟ قالوا بص، الكرياتينين بينزل كده مع الفلتر، بنتخلص منه، كدني بتتخلص منه، ولكن في مواد، بص معايا بقى، شبه الكرياتينين بتمشي في البيريتوبيولر كابيلاريس اللي باللون الاحمر، المواد دي تبقى سكريتد، تضاف على الجي اف ار، وهي اللي زودت لك الجي اف ار. عشان كده قلنا حصل ايه؟ سكريشن. يعني ايه سكريشن؟ من البيريتوبيولر كابيلاريز للبومنز كبسول. طيب ليه قلت عليها بارشيال؟ ايوه جزئي، مش كل الحاجه دي بتضاف على البومن كبسول. يعني المواد اللي شبه الكرياتينين اسمها كروموجن، كرومو يعني لون، مواد كده لها لون معين، اتلخبطنا بينها وبين الكرياتينين. هتقول لي الله اتلخبطنا يعني ايه؟ يعني لما جينا قلنا الكليرنس يساوي يو تايمز في على بي، خلي بالك انت عندك تركيز المادة في البلازما اللي هو البي زد بسبب الكروموجنز، وتركيز المادة في اليورين زد اللي هو اليو بسبب الكروموجينز. فهقفل وارجع حالك تاني لنفس اللي احنا كنا عاملينه في هذه المعادلة، اهي هي دي المعادلة بتاعتي، فاكرها؟ وادي المعادلة النهائية، يو تايمز في على بي، البي زاد المقام زاد، واليو زاد البسط، يعني انت عندك اللي زادوا النومينيتور والدينومينيتور زادوا بنفس القيمة، لأن الكروموجين اللي اتلخبطنا بينها وبين الكرياتينين في البلازما، ما هو برضو اتلخبطنا بينها وبين الكرياتينين في اليورين، فزاد على زاد هيغلغوا بعض، يكنسلوا بعض، فتبقى الريشيو ثابتة. عشان كده الكليرنس اوف الكرياتينين تساوي 125 ملي. كلام ده في غاية الأهمية، لازم أكون عارفه كويس قوي. ولهذا الأساس قلنا كرياتينين كليرنس يستخدم كلينيكالي تو ميجر جي اف ار. احنا مش عايزين نضيع وقت البيشنت فاستخدمنا الكرياتينين. عشان كده لما يجي يقولك على الكرياتينين تقول له partially secreted وتشرح السبب وتقول ليه احنا بنستخدمه. طيب ادي اللي انا عايز اقوله، ادي clearance of كرياتينين. بص معايا، اليو زادت والبي زادت، وكتبت لك على اليو كرياتينين بلس كروموجين، والبي كرياتينين بلس كروموجين، فالاتنين هيلغوا بعض. طب كلام جميل، نيجي للمادة التالتة. حتى الآن قلنا مادتين، مادة الكليرنس منها 125 وفيها مشاكل الانيولين، ومادة تانية كرياتينين 140، بس الحقيقة هي مش 140 قوي، هي برضو 125. نيجي للمادة التالتة يوريا.
شرحت قبل كده ان اليوريا مش ضارة بنسبة 100% في فيديو المقدمة. قلت لك اليوريا ليها أثر مفيد، هتشتغل مع الصوديوم في سحب المية من الكولكتينج دكت، بتسحب مية، بتساعد على الأوزمولاريتي. كلام ده احنا قلناه. فعشان كده لما جينا استخدمنا اليوريا في الكليرنس، قلنا ده الكليرنس اوف يوريا طلع 70 مليليتر بير مينت، طلع 70. قبل ما اقول لك معنى 70، خلي بالك اليوريا ينطبق عليها الشروط، فريلي فلترد، الشرط ده في غايه الاهميه. طب يا دكتور يعني ايه 70 ملي؟ معروف ان جي اف ار 125، معنى كده ان اليوريا كانت نازله مع جي اف ار ولكن اتسحبت الى الدم. بص السهم نازل اهو 125، وجيت عند السهم الضغط ده اليوريا حصل له ري ابزوربشن، اعاده امتصاص. احنا اتفقنا الحاجات المهمه لازم هنرجعها، ده مهم قوي تكون عارف الكلام ده. طب ليه انت قلت بارشيال؟ لان مش كل اليوريا عايزين نرجعها للبلازما مرة تانية، عشان كده الامتصاص جزئي، بارشيال رياب زوربشن، هو ده السبعين ملي بتاعنا. خلي بالك الكليرنس بيجي لك مسائل ام سي كيو او كيسز، يقول لك سبستنس اكس اي مد، ويحط لك رقم، شطارتك تشوف الرقم ده اقل من 125 يبقى عملنا له ري ابزوربشن، اكتر من 125 يبقى حصل له سكريشن. يعني نزل مع الفلتر عادي، لكن جزء من الماده مشي في الايفرنت ارتريول بيري توبولر كابيلاري، ثم اتضاف على البومن كبسول فزود الفلتر. يبقى ما دام الفلتر بيزيد يبقى حصل سكريشن، ده مهم جدا اكون عارف الافكار دي. طيب الجلوكوز، الجلوكوز كلنا محتاجينه بنسبة 100%، وهنقول الكلام ده مع فيديو البروكسيمال توبيول. جلوكوز لازم يبقى 100% ريابزوربد. البرين محتاج جلوكوز، ده يعني اهم فيتال اورجان عندنا. طب طالما هيمتص بنسبة 100%، طب هو ليه نزل في الفلتر؟ لانه ينطبق عليه الشروط اللي قلناها في الجي اف ار، سمول ويت، يقدر يعدي. يقدر يعدي، بيدوب. فاكر قلت لك الميه واللي يدوب في الميه، هنا هو قادر انه يمر، ده بمنتهى السهوله بيمر، وبالرغم انه نزل في الفلتر لا ده مهم 100% يرجع. طب انا عندي سؤال، طالما 100% رياب زوربد، تتوقع الكليرنس بتاعه ايه؟ زيرو. عمر ما البلازما هتنضف تماما من الجلوكوز، مش ممكن. يبقى احنا كده قلنا اربع احتمالات، انيولين واحد، التاني الكرياتينين، التالت اليوريا، الرابع الجلوكوز. خلي بالك انا قلت مثالين التالت والرابع ايه؟ واحد بارشيال ري ابزوربد اليوريا، واحد كومبليت ري ابزوربد وهو الجلوكوز. طب احنا لما اتكلمنا على السكريشن قلنا الكرياتينين بتبقى بارشيال سكريتد، ولكن هل انت عندك سكريشن بدرجه اكبر؟ اقول لك ايوه، في ماده اسمها بارا امينو هيبيوريك اسيد. بارا امينو هيبيوريك اسيد اختصارها بي اي اتش، لقينا ان الماده دي شبه سكريتد 100%، شبه، هي 90% منها بتبقى سكريتد.
في البروكسيمال توبيول. يعني ايه شبه 90% منها؟ يعني هي نازله في الفلتر عادي، ولكن جزء منها جه من الافرنت ارتريول بيري توبيولار كابيلاريز ماشي بارالل للبروكسيمال توبيول ثم اتضاف على البروكسيمال توبيول. خلي بالك من حاجه مهمه قوي، لما حسبنا الكليرنس بتاعتها طلع رقم كبير. طلع كام؟ 585 ملي في الدقيقة. 585. ال 585 دول قلنا ايه ده؟ ده بيساوي ايه؟ بيساوي effective renal plasma flow. عايزك تخلي بالك من الكلام اللي انا هقوله. الرينال بلازما فلو معروف انها 1200 ملي، معروف ان بيوصل 1200. ال 1200 دول مش بلازما، دول بلاد، عشان نبقى اكثر دقة. دم كله في ريد بلاد سيلز. طب البلازما شخصيا كام؟ 650 ملي. شوف 650 ملي. طيب يعني ايه افكتيف؟ ما هو مش كل ال 650 ملي دول هيدخلوا في الفلتريشن. في اجزاء، جزء من البلازما فلو رايح لرينال كبسول غلاف الكلى او البيري رينال فات، لا يساهم في الفلتريشن، لا مش داخل معايا في الفلتريشن. علشان كده هقول لك الجزء الفعال من البلازما اللي هيتفلتر 650 ملي. فلقينا ان التخلص من البارا امينو هيبيوريك بيساوي تقريبا قيمه الافكتيف رينال بلازما فلو. يعني 650 ده البلازما فلو كلها، لكن الافكتيف 585. عشان كده قالوا احنا نقدر نقيس الافكتيف رينال بلازما فلو بشكل غير مباشر عن طريق البارا امينو هيبيوريك اسيد. خلي بالك ان الماده دي احنا ما بنتخلصش منها في سيركيوليشن واحده، في دوره واحده، لا، الماده دي بتاخد كذا سايكل علشان نتخلص منها، ودي مهمه جدا. وال 585 ملي في الدقيقه ده معناه ان كل الرينال بلازما فلو بير مينت تم تنظيفها من البارا امينو هيبيوريك اسيد. ده منطقيا جدا. طب دكتور عندنا سؤال، هو 90% من البارا امينو هيبيوريك تخلصنا منها، هو ما فيش اكزامبل لحاجه كومبليتلي سيكريتد يعني نتخلص منها 100%؟ انا عندي امونيا، والامونيا دي هنشرحها فيما بعد. خلي بالك الامونيا دي هيبقى لها دور هنقوله في الاسيد بيز بالانس في نهايه الكدني كمان. بس خلي بالك المواد الكليرنس فاليو بتاعتها اكتر من الاكتشوال رينال بلازما فلو، يعني اكتر من 650 ملي في الدقيقه. يعني اقول لك الامونيا دي 100% سكريتد. وارجع افكرك ما معنى سكريتد؟ معناها يضاف على الفلتر. ال 125 ملي تعال نزود عليهم رياب زوربد، معناها انا نازل في الفلتر بس هيتاخد مني ويتسحب جزء ويروح للبيري توبيولار كابيلاريز. عشان كده النقاط دي مهمه قوي، بتيجي في امتحانات كتيره. في نهايه هذا الفيديو عايز افكرك بالنقاط الرئيسيه: ديفينيشن اوف كليرنس، وشروط المواد المستخدمه الريكويرمنتس 7 نوت،
النقطة التالتة اتكلمنا عن الإكويشن، إزاي جبنا المعادلة كليرنس يو تايمز في على بي. النقطة الرابعة اتكلمنا عن الإكزامبلز بقى، واحد الإنيولين طبعا مستو وعيوبه، كرياتينين ما تقلقش هستخدمه كلينيكال لقياس الجي اف ار. النقطة التالتة هو اليوريا بارشال ريابزوربد 70 ملي بير مينت، جلوكوز كومبليتلي ريابزوربد 100 و 0 كلي طبعا تماما كليرنس 0. والنقطة الخامسة بارا امينو هيبيوريك اسيد 585 ملي في الدقيقة، تقريبا يساوي افكتيف رينال بلازما فلو. اما المثال لمادة كومبليتلي سكريتد هي الامونيا، واذا انت كومبليتلي سكريتد هيبقى الكليرنس بتاعك اعلى من الرينال بلازما فلو اللي هو 650 ملي بير مينت.